إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن كل آية من كتاب الله فيها من الشفاء والهدى والنور، وفيها الرحمة، وفيها الشفاء لما في الصدور، فكيف بآية هي أعظمها وأجلها، بآية حوت وجمعت من المعاني أشرفها وأقدسها، وإن كانت ليست أطول آياته ولكنها أعظمها. فقد جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان من قراء الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ليهنك العلم أبا المنذر، والله ليهنك العلم أبا المنذر. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، في كتاب الله، في القرآن الذي هو كلام الله، بل هو أعظم كلام الله. فما أنزل من كتاب على رسول أو نبي إلا والقرآن أعظم منه، وآية الكرسي أعظم آية في آياته. والحديث عن آية الكرسي، وهي آية تهواها قلوب أهل الإيمان وتحب أن تقرأها وتحب أن تنظر فيها، آية يتلوها المسلم أدبار الصلوات وحين يأوي إلى فراشه، وحتى لا يطول بنا المقام، وقد لا يكفينا مهما اختصرنا عند الكلام عليها، قد لا يكفينا خطبة واحدة، ولكن ليس المهم أن ننهي،
ولكن المهم أن نفهم. فأنت دوما تقرأ هذه الآية وتحبها، وربما لم تصل إلى الأسباب الرئيسة في محبتها. والقرآن مؤثر، حتى إن العجم أو الأعاجم عندما يسمعون كتاب الله يجدون أثرا في نفوسهم لا يفهمونه، فهو كلام ربي سبحانه، هو الكلام الذي كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم، يقول لهم: من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قومي قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فهذه الآية آية أعظمها، وتستفتح هذه الآية الكلام عن توحيد الله عز وجل في عبوديته. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولعل قائلا يقول: إنه بمجرد قراءة الآية يستشعر الإنسان العظمة فيها، بل يستشعر تعظيم الله. ولكن الوقوف على الحلقات التي وردت في الآية، وإن كان وقوفا سريعا لابد منه، من أجل أن نقف عند كل موضع عند القراءة متدبرين: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونلحظ أنه ذكر الله في البداية لفظ الجلالة، وهو من الأسماء الجامعة، ومن الأسماء التي تستلزم جميع الأسماء، ففيه معنى الألوهية. وقال الله لا إله إلا هو، وهذه الجملة الأولى التي نريد أن نقف عليها، لا نريد أن تفوت هكذا. اعلموا أن هذه هي الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله، هذه الكلمة من أجلها خلق الله الخلق، من أجلها سخر السماوات والأرض جميعا منه لمن سيعبده، لأن كلمة لا إله إلا الله معناها أنه سبحانه وتعالى المنفرد باستحقاق العبودية. الإله هو المعبود، فلا إله إلا الله فيه إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية. فإذا كان وحده المستحق للعبودية، فكل عبودية مهما كبرت وعظمت، أو كانت عبودية قصيرة أو صغيرة، فلا تصرف إلا له. فإذا رفع الإنسان يديه داعيا لا يدعو إلا الله، إذا استغاث في موضع ضر أصابه
لا يدعو إلا الله. إذا كان عنده مسألة وطلب وطلبة مهما بلغت لا يدعو إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى في شسع نعله ينقطع، حتى في شسع نعله ينقطع. والدعاء هو العبادة، وهذه إحدى العبادات والعبوديات، وهي من أعظمها. لو أن إنسانا صرف الدعاء لغير الله، ولو كان إنسانا صالحا، ولو كان وليا صالحا، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان نبيا مرسلا، فإنه بذلك يخرج عن إطار لا إله إلا الله، فإنه بذلك ينقض لا إله إلا الله. حتى لو أنه دعا محمدا سيد ولد آدم، بل لو أنه استغاث بنبي أو ملك، فإن ذلك مخالف لفطرة الإنسان، لأن الله تعالى يقول: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. عند الضرورة، عندما تتلاطم الأمواج وتضطرب القلوب في السفن، لا يجدون أحدا يدعونه إلا الله، ينسون، تفرغ القلوب إلا من الله سبحانه وتعالى، فطرة. فيعلم الإنسان في داخلة قلبه ولو كان من المشركين. الكلام في الآية عن المشركين، يقول لهم: أنتم تعرفون الله فقط في الشدة، تعلمون أنه هو وحده القادر على غوثكم، إذن فلما تدعون غيره في البر. وإذا ركبوا في الفلك، هؤلاء المشركون إذا ركبوا في الفلك، إذا تلاطمت بهم الأمواج، إذا ركبوا على الأمواج العالية، يذكرون الله وحده. فما بالكم حينما تخرجون إلى البر تنسون أن الذي بيده النفع والضر هو الله، كيف تدعون غيره؟ وحينئذ يقال للمشركين عندما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، العجاب أنكم اتخذتم غيره إلها فدعوتم. والدليل على أن الدعاء من العبادة أنه قال: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يدعون غيره. أيها المسلم، لو قلت: يا محمد، دعوته من دون الله فإنك مشرك ولست مسلما. ولو قلت: يا جبريل، وجبريل من أعظم الملائكة مكانا، وقلت: أغثني أو ارزقني، كفرت بما أنزل على محمد. فإن الدعاء لا بد أن يكون لله وحده. والله تعالى يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهل جاء رسول الله إلا ليدعو الناس إلى توحيده وإلى عبادته وحده وإلى أن يخلصوا له الدعاء، وإذا سألوه أن يسألوه بأسمائه الحسنى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون؟
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأنت في صلاتك تقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. الله لا إله إلا هو، فهو سبحانه وتعالى المنفرد باستحقاق العبادة. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. نعم عبد غيره ولكن بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لا إله إلا الله نفي وإثبات، ففيها أولا النفي، التخلية ثم التحلية. النفي يفيد التطهير والتنزيه والإبعاد، فلا يجوز أن يتخذ إله أصلا، ما فيه إله معبود بحق إلا الله، إثبات. فهاتان جملتان، فمن عبد الله وعبد معه غيره لم يقل لا إله إلا الله، وإن قالها بلسانه فهو كاذب. وإلا فكم من الناس من يشهد وربنا يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذب من عبد الله وعبد معه غيره، وكاذب من لم يعبد الله ولم يعبد معه غيره. فهذا الذي ليس له بينه وبين الله أي عبادة يقول كلمة بلسانه لا يوافقها عمله، والذي يعبد الله ويعبد معه غيره قال كلمة بلسانه لا يوافقها عمله، فضلا عن أن يعبد غير الله من دون أن يعبد الله. لا إله إلا الله إيمان باستحقاق الله للعبادة وعمل بذلك، وبراءة من الشرك وأهل الشرك، براءة من الشرك وكفر بالطاغوت، لأنك لا ترضى لنفسك أن تطأطئ الهامة ساجدا إلا لله، داعيا خاشعا متذللا محبا. ومن أهله، فكيف يصلح أن تقول في من يعبد غير الله إنه في ذلك العمل صادق أو إنه في ذلك العمل بار ولا تتبرأ؟ فالذي يحق الباطل مبطل، الذي يقول عن الزاني هو على حق شاركه، والذي يقول عن المرابي حق شاركه، والذي يقول عن المشرك في دينه حق كفر وشاركه في كفره. إذن فلا إله إلا الله فيها عمل ثابت، عبادة لله عز وجل، لكن بشرط أن تعتقد أنك إذا عبدته عملت عملا لا يستحقه غيره. لو أن إنسانا ذهب هناك وأخذ شاة وذبحها لغير الله، كاذب في قول لا إله إلا الله، لأن الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله، ألا لله الدين الخالص، والذين يدعون من دونه، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يقولون يعني قول لسان حالهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه دعوة،
أقر الله المشركين على هذا القول؟ لا، لا يحق لإنسان أن يقول أنا لا أعبده وإنما أجعله بيني وبين الله واسطة أو زلفة أو شفاعة بيني وبين الله. فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله، سواء كان بدعاء باستغاثة بذبح بنذر بغيره من أنواع العبادة، قالها بلسانه وكفر بها بعمله، هناك نواقض للا إله إلا الله. فمن نقض لا إله إلا الله فهو أسوأ ممن لم يقلها، وواقع في النفاق عياذا بالله تعالى. وينبغي على المسلم أن يعلم أن أساس الأسس وأصل الأصول وقاعدة القواعد لا إله إلا الله، لا يتجاوزها حتى يتعلمها. ما يذهب الإنسان يتعلم كل أمور الدين، فإذا جئت إلى لا إله إلا الله وقلت له ما معنى لا إله إلا الله، لا نريد فقط اصطلاح معنى اصطلاح، لا، أن تفهم. وإذا به لا يفهم معنى لا إله إلا الله، أيليق ذلك بمسلم؟ فضلا عن إنسان تعلم، فضلا عن إنسان ربما يذهب إلى الناس يريد أن يعلمهم وهو لا يعلم لا إله إلا الله، وربما خالفها. ما ينبغي هذا؟ كيف يمكن أن تدخل الإسلام؟ أول خطوة تخطوها عندما تدخل الإسلام أن تقول لا إله إلا الله. والعرب كانوا يفهمون كلمة لا إله إلا الله ويعرفون معناها. ولذلك فإن أبا طالب كما قالت عائشة رضي الله عنها ما زال المشركون كاعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبو طالب، ما زالت قريش كاعة، يعني كانت متقهقرة لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي أبو طالب. لماذا؟ كان ينصره ويؤازره ويواسيه، وكان يحبه حبا عظيما، تحمل من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع والعطش، تحمل وهو الرئيس الكبير في مكة أن يعامل معاملة الذي يهجر، هجر هو ومن معه، بذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير لأنه يحبه. وكل هذا الحب عندما أراد أن يموت وعندما شارف على الوفاة يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، كلمة أحاج بها عنك يوم القيامة يا عم، يقول لا، هذه الكلمة لا أقولها. ويأتيه أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة يا معاشر المسلمين، ولو كانت مجرد كلمة لكانت أهون على أبي طالب وعلى أبي جهل وعلى عبد الله بن أمية من حصار دام سنين على أبي طالب ومن معه. أتستهينون بلا إله إلا الله؟ أتريد أن تمر عليها هكذا؟ إذا كان أبو جهل عرف معناها وعظمتها، إذا كان أبو عبد الله بن أمية أئمة من أئمة الجهل، أبو طالب الذي كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام لو كان طلب منه جزءا من بدنه لأعطاه، لكن لا، هذه الكلمة لا، وهو يعلم لكن كبرا، لأن كلمة لا إله إلا الله معناه أن لا ذل إلا لله سبحانه، لا عبادة إلا لله، أن العبودية فقط لله سبحانه وتعالى، وهو يريد أن يكون هناك عبودية لآلهتهم كلها. وهو يقول معترفا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملام أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم عقد ألوية الجهاد على لا إله إلا الله، فمن قالها فله الولاء وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ومن خالف عنها حل دمه وقتل، وإن كان أبا أو أخا أو ابنا أو عما أو خالا أو قريبا أو بعيدا، حتى يقاتل الرجل أخاه وأباه في غاية البراء من أجل لا إله إلا الله. ولو أنه قالها لعصم بذلك دمه، وفي معركة محتدمة، وأسامة، وتعلمون أسامة، وما أدراكم ما أسامة، الحب ابن الحب أسامة، عندما احتدم القتال ورقي رأس أو رقي بطن واحد من المشركين وأراد أن يطعنه، فقال لا إله إلا الله فطعنه وقتله، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلا إله إلا الله يا أمة الإسلام ما أهونها على كثير من الناس، ما أهونها على أناس يقتلون من يقول لا إله إلا الله، لم يفهموا لا إله إلا الله. قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يكلم الحب ابن الحب يقول يا رسول الله لقد قالها متعوذا، لما رأى القتل في عينيه قالها متعوذا مني، فقال هل لا شققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فما زال يرددها حتى تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم، ما زال يرددها، يقول له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. تمنى أسامة أنه ما أسلم إلا ذلك اليوم حتى لا يكون قد ارتكب ذلك الذنب. لا إله إلا الله ليست كلمة عابرة، والإنسان ربما يقولها في أذكار الصباح والمساء وأذكار مختلفة وفي صلاته، ولكن هل كنت عندما تمر بلا إله إلا الله تعلم أن هذه الكلمة لها ذلك الفضل العظيم والفهم العالي الراقي؟ جميع تصرفات الخلق التي فيها التذلل والتعبد والتعظيم والإجلال لابد أن تكون خالصة لوجه الله. حركات القلب وسكناته التي فيها الخوف والرجاء والإخلاص والمحبة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حتى إن الإنسان يدخل صلاته مخلصا فيعروه في أثناء الصلاة أن يمر رجل فيحسن في صلاته يبطل بذلك أجره. الإخلاص، الإخلاص هو روح هذا الدين، الإخلاص هو الأساس المكين والمتين. فمن غدا أو راح
وتقدم وتأخر في العبادة مهما بلغ، فوالله لن يقبل منه حتى يخلص النية لله وحتى يحقق معنى لا إله إلا الله. أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع لتصحح أصلا. كل علم، كيف أغفلت علم أصل الأصول، يعني لا إله إلا الله. فكل عبد مسلم لا بد من أن يحقق لا إله إلا الله. يمكن للعبد المسلم أن يكون مسلما عاصيا، يمكن أن يقع في الزنا، يمكن أن لا يحج، يمكن أن يترك كثيرا من الأعمال، ويمكن أن يفعل كثيرا من المعاصي، وفي النهاية لا إله إلا الله تنجيه من الخلود في النار. وأختم بحديث حذيفة رضي الله عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ينمحي الإسلام كما ينمحي الرقم الذي في الثوب والرسومات التي في الثوب، لا يبقى منها شيء، حتى لا يكون صلاة ولا صيام ولا صدقة، حتى يقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا إله إلا الله كلمة سمعنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. فقال صلة: يا حذيفة، وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: تنفعهم يوما من دهرهم. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك، وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة المشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أهل الإيمان، وعليك بأهل العدوان. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.